قضاء الحضر راديو وبرنامج بصمة يلتقي بها أهالي الحضر الطيبين ورفضة من المسؤولين. نظامي واخذ كل الموافقات من كل الدوائر للعمليات المشتركه. احنا كان همنا الوحيد انه نعيد الدوائر على القضاء صحيح. لان بلا اعاده الدوائر ما ممكن. الناس تشكي كثير ما طالع عليهم الباحث. قضاء الحظر مهمش من نقص جميع الدوائر، التربية للحظر نقلوها القيارة، النفوس للحظر نقلوها على القيارة، الرعاية نقلوها على القيارة، معاناة القضاء الحظر تكون من معاناة كثيرة، كذلك نناشد المحافظة ورئيس مجلس المحافظة ورئاسة الوزراء يرجعون الدوائر مالنا مال قضاء الحظر. قضاء الحظر هذا الطريق ماله من المفرق إلى الحظر ومنطقة أثرية وسياحية. هذا إن السبعينات نفس الشارع لا تبليط واكثر الطرق إلى مخمور أو غيرها وغيرها إلى كلها سايدين، أما طريق الحظر مهمش. مبادرة جيدة ونشكر المسؤولين على المبادرة الحلوة وطيبة مال الرعاية ومال البلديات ومال خير من الله، خوش مبادرة يعني. مشكلتي كان عندي رعاية، راتب رعاية مقطوع قديم من 2018 انقطع راتبي وراجع رجعت الدوائر وما ما يفعل رجع الراتب. سجل اسمنا عند الأستاذ الغيم مغام. مبادرة جيدة وإن شاء الله خير من الله ونشكركم على كل الطيبين. الطريق مهتم به رئاسة الوزراء. هذا الطريق هو عبارة عن مقطعين، المقطع الأول ضمن حدود محافظة نينوى والمقطع الثاني ضمن حدود محافظة الأنبار. المطلوب شو تريدون بالضبط؟ لا تعويض سوانا، لا حد سوانا تعويض. قدمتوا معاملات؟ ها؟ ما جاي يقول لك ما مشمولة خارج هذا. فهي خارج خط الصد. نعم. إذا كان هناك صلاحيات للوزير فيما يخص خفض التسعيرة نخفض للفلاحين، أما إذا كان لكل الفلاحين بنفس التسعيرة ما نقدر نخفض على محافظة ومحافظة أخرى. أنا أقول لك أنت كقائم مقام وقدام اللجنة كلها قضاء ما له أي ساند ولا هو يعني اللي راجع النفوس لازم يطلع القيارة؟ يطلع القيارة، لو يندعم لو ينقلب. اليوم برنامج بصمة هو اسمه بصمة ويضع الحلول ويضع الطروحات التي تقدم من قبل المواطنين، ويكون هناك لقاء مباشر ما بين المسؤول الممثل للحكومة وبين المواطن الذي يمثل الشريحة الكبرى في المجتمع. هذا البرنامج له فوائد كثيرة وله بصمات كثيرة وله أيضا مشاريع أقيمت على ضوء البرامج التي أقيمت سابقا في عدد كبير من الوحدات الإدارية ومن القرى وداخل مدينة الموصل. لاحظنا هناك تحرك كبير وإيصال صوت الناس إلى الحكومة المحلية وإلى الحكومة الاتحادية عن طريق هذا البرنامج، وأنا أعتبره برنامج ناجح وله تأثير مباشر ويفضي كثير من العقبات والفجوات اللي موجودة بين المسؤولين وبين المواطنين. وإن شاء الله يستمر هذا البرنامج ويستمر هذا العمل إلى أن نغطي كل محافظة نينوى ونغطي كل الأقضية والنواحي والقرى والأرياف لتكون تعم المصلحة ويعم بيان ما مخطط له وإيضاح الفكرة الموجودة لدى الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية بما وصلت إليه من خطط إلى المواطن مباشرة. طبعا يعني خلينا نقول تواصل مباشر مع المسؤول، فأكيد سيكون هناك وضع حلول لهذه المشاكل وتكون متابعة لنا من قبلنا لهذه المشاكل. كان هناك تطرق لبعض الشكاوي شملت الطريق الرابط من طريق بغداد إلى الحظر، هذا الطريق بطوله 27 كيلو. احنا كمديرية أتم إنجاز الكشف الخاص بصيانة هذا الطريق مع مفاصل الجسر. ننتظر من محافظة نينوى إدخاله ضمن الخطة القريبة للمحافظة، وأتم الاستماع إلى المواطنين بعدة مشاكل أخرى وكم توضيح المشاريع التي تقوم بها المديرية خلال ضمن هذه المنطقة. واحدة من هذه المشاريع هو طريق استراتيجي خدمي إنشاء يربط من تل عبطة إلى
القيارة إن شاء الله يخدم أهالي هذه المنطقة، وإن شاء الله إحنا راح نكون بديمومة مستمرة لسماع إلى أهالينا في محافظة نينوى بسرعة. ندوة مميزة وندوة مرحب بها، وكانت ندوة ديمقراطية والنقاش بها مفتوح، وصدور المسؤولين كانت واسعة لهذا الموضوع وتقبلوا الاقتراحات، وأهل الحضر معاناتهم كثيرة، قراهم مهجرة. يعني إحنا يعني النادي بإعادة الاستقرار، بإعادة يعني أن الدولة تلتفت هذه المنطقة المنكوبة، منطقتنا نائية، المفروض الجهد اللي يتقدم لها يكون جهد مضاعف. يختلف أنه تكون مثل قضاء الحمدانية وبرطلة والقوش قرى وأقضية ونواحي قريبا من المحافظة، الاستفادة مالهم راح تكون يعني أسرع. احنا هاي مناطق نائية يراد لها جهد استثنائي. وجودنا اليوم ان شاء الله لتسهيل هذه المشاكل واللقاء مع المواطنين مباشرة، والتقينا مع كثير من المواطنين، قمنا بتوضيح ايضا يعني الاجراءات يعني على مثلا على التعويضات، فقمنا بدي تسهيل هذه الإجراءات والإيضاح للمواطنين والاستماع لمشاكلهم.